خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى بالأمس اتصال هاتفي من كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والسيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية للتهنئة بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. على المسار الداخلي امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية. اتكلم رئيس الوزراء عن نتائج الصفقات اللي تمت بخصوص وثيقة ملكية الدولة، وقال ان تم عقد صفقات بقيمة بلغت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة، وان الفترة القادمة هيتم التركيز على 4 قطاعات ضمن برنامج الطروحات، وهي قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. شهد الاتصال قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. كمان امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اللي هنأ الرئيس على إعادة انتخابه رئيس لمصر، مؤكدا حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. ايضا امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية اللي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشددا على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين. أيضا امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة وتجديد الشعب المصري الثقة في سيادته لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، وده في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة والمستويات. امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء قدم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري شرح الأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المهم. وأكد وزير الموارد المائية والري أن البيان الصادر عن الوزارة حول انتهاء مفاوضات سد النهضة يعبر عن موقف الدولة المصرية، وحيث أكد البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة خلال السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن التمادي من الجانب الإثيوبي في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. امبارح خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة تم استعراض الإجراءات والتحركات اللي قامت بيها الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر وضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وتم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة وتباعاً سوف تستقر الأسواق. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض البرنامج الزمني لمشروع جديد في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هتنفذه شركة أكوا باور السعودية باستثمارات تتجاوز 4 مليار دولار. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو المشروع الذي كان قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر ديسمبر 2022 بين الجانب المصري والشركة السعودية المتخصصة في مجال تحول الطاقة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، واتكلم رئيس الوزراء عن نتائج الصفقات اللي تمت بخصوص وثيقة ملكية الدولة، وقال إنه تم عقد صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة، وإن الفترة اللي جاية هيتم التركيز على 4 قطاعات ضمن برنامج الطروحات هي المطارات، الاتصالات، البنوك والتأمين.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بكايسا أولوناجرن وزير دفاع هولندا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء سبل دعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري لدولة هولندا بالقاهرة. بالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح في مطروح تم استلام 837 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. أما في الأسكندرية فشركة الصرف الصحي أعلنت جاهزيتها لفصل الشتاء من خلال توفير 190 سيارة ومعدة. أما بقى سوهاج، تم تحصين 80,000 رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع، وفي أسوان كمان تم توقيع الكشف المجاني على أكثر من 2600 مواطن خلال القوافل الطبية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في مطروح تم استلام 837 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة، وأيضاً تم توفير سيارة خدمات مصر اللي بتجوب مدن ومراكز المحافظة لتقديم الخدمات لذوي الهمم. في الإسماعيلية تم تنظيم القافلة الطبية المجانية أمام مركز شباب البعلوة الصغرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، واستقبلت القافلة 1175 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث من خلال 190 سيارة ومعدة يتضمنهم 33 بدالة وسيارات شفط، ده بجانب تدريب كافة العاملين على استخدام تلك المعدات بكفاءة والجاهزية الكاملة لتنفيذ كافة المهام في أي وقت. في الأقصر شهدت المحافظة تحليق رحلات البالون الطائر من أرض مطار البر الغربي، وخرجت 25 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائح من حول العالم. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي استلام 3 مقرات وحدات اجتماعية بمركز مطوبس داخل مجمعات الخدمات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في أسوان نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني في قرية كلبشة وكركر وقرية العلاقي الأرامل بمركز أسوان. استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، وساهمت مجهودات تلك القوافل في الكشف الطبي على 2602 مواطن، وتضمنت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي.